المعاقين ذهنيا اللي هم بيعانوا من العقب بالفعل هم ناس اصلا دلوقتي ابطال عالم. انا طول عمري شقيان يعني انا ما ارتحتش والله ما ارتحتش. انا اسمي عبد العزيز حمدي، ابني من ابناء الصعيد. كنت عايش في محافظه المنيا. جيت القاهرة من حوالي 17 سنة، كنت بلعب رياضة رفع الأثقال في المتحدي الإعاقة، والتحقت بمنتخب مصر. قعدت في منتخب مصر بطولتين، بطولة الأفر الآسيوي وبطولة العالم في مستضيفة من مصر لأوكرانيا والصين وأكثر من دولة، وحصلت عليها في ميداليات ذهبية في بطولات الجمهورية وكأس مصر والشركات. على طول دايما ذهب الحمد لله، وتحولت من بطل رفع اثقال لعربيه اكل بس مشهوره الحمد لله. انا عندي شلل اطفال في رجلي اليمين، مسحوب بضمور من اول رجل لاخر رجل. وشلل اطفال ده كان ظاهره في الثمانينات، كانت ظاهره كبيره. بعد كده شلل اطفال اثر على رجلي الثانيه، وشلل اطفال طبعا ملوش علاج. انا كزيزو مش معترف بالعقل الحقيقه. انا راجل طول عمري تعبان وشقيان. انا بشتغل من 9 الصبح لحد الساعه 1 بالليل بشهاده الناس كلها، معايا 2 مساعدين بيساعدوني، وانا بشتغل بايدي. انا اللي بقدم الاكل وانا اللي بعمل الاكل طول عمري. حتى قبل بعد ما سبت مسيره الرياضيه كنت شغال على عربيه سوزوكي سواق. انا بطلت السواقه عشان خاطر العربيه بالنسبه لي كانت الناس مش متقبله الموضوع، وانا كنت جايب العربيه قسط، فكنت بشتغل عدد ساعات كبير جدا، بشتغل من 6 الصبح احيانا لحد 2 بالليل، وانام 4 ساعات واقوم عشان اقدر اوفق ما بين مصاريف اولادي وبين ان انا قاعد في شقه ايجار وما بين ان انا عايز ادفع القسط بتاع العربيه. بعض الناس ما عندهمش ثقافه ان هم يتقبلوا المعاق، فضايقوني جدا واثروا على نفسيتي. انا في مرحله معينه قعدت فتره جامده جدا مش عارف اتعامل مع الناس، شايف ان كل الناس شايفاني عندي اعاقه، فالموضوع ده ضايقني جدا. فانا اصلا من زمان هاوي الاكل، هاوي المطاعم وهاوي الفكره. فلما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل مشروع شارع 306 وصرح بترخيص سيارات الاكل، كنت من اول الناس اللي طالع اجري على الموضوع. مراتي تساعدني بحاجات من البيت وتساعدني، يعني ربنا يبارك لها، يعني واستغنت عن حاجات كتير في حياتنا. بدأنا نعمل عربية. أنا كنت مش بمتاز بالميداليات بس، أنا كنت أفضل لاعب أداءً في مصر في وقتي. مش يعني أكيد في مصر فيها أبطال من رياضات المعاقين، فهم أبطال صنعوا التاريخ. اللي حول حياتي من بطل رياضي أو من واحد ما كملش مسيرة رياضية لشيف او بياع كبده علشان مفيش دعم كان لرياضات المعاقين. رياضات المعاقين دلوقتي في انزه وقت ليها، في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو انزه وقت ليها. مش تسمع عنهم اصلا، والا كان زمانك تعرفني. نزلت المفرمه بتاعت الشارع، 90% من الناس ما بتتقبلش المعاق. المعاق يعني كيس مناديل وبشحت في الشارع بس. ببيع كريبات، ببيع كبده، بطاطس سوري، ببيع برجر، ببيع سجق، ببيع بانيه، ببيع زنجر، ببيع ستريب، شيش طاووق، فاهيتا. انا عايز اكسب 10%، 5%، مش مهم. فمراتي كان عندها يقين في الله ان احنا هننجح. بدأنا نعمل العربية، عايزين فلوس. بعنا العربية اللي هي كانت معانا، يعني مش بعناها شبه رهناها يعني مع حد. هديله المبلغ ده قريب، ما عرفتش هديله، رحت بايع العربية. بعد ما عملت العربية قابلت صعوبات التراخيص. بدأت ارخص العربية، فما كانش في تراخيص الا لما تدخل تبع مشروع تبع الهيئه القوميه لسند الغذاء. بدات اوفي الشروط ووفيتها ورخصت.
اول مشكله واصعب مشكله بتقابلني ان محافظ القاهره تكرم واتفضل عليا واداني جواب لشركه الميه ان هم يوصلوا لي مرافق، ولحد دلوقتي شركه الميه ما شركه الميه مش مساعداني في قصه الميه. تقول لك ان الموضوع موقف تجاري، تجاري انا مش انا عربيه اكل واخد موافقه من محافظه القاهره، مش ما عنديش ميه وانا عربيه اكل. انا بشيل الميه على كتفي انا وواحد شغال معايا بنشيلها عشان نغسل العده بتاعتنا ومعداتنا. بالنسبه للرياضه كان عندنا بطل عالم اسمه مندي احمد عبد العظيم، بطل جميل ومحترم، بطل رفع اثقال في متحدي الاعاقه، كان مسمى عندنا جدا. ورحت رايح له قلت له كابتن مندي انا عايز ابقى بطل عالم زيك. كنا بنتمرن في ساحه في مدينه في بنمازار بالمنيا، ووداني نادي المنيا ومن اول بطوله في نادي المنيا خدت ميداليه ذهب في نادي اتحاد الشرطه الرياضي، خدني من نادي المنيا. ولما التحقت ودخلت منتخب مصر كان هو دايما في ظهري، ومن نادي اتحاد الشرطه الرياضي في وقتها كان هو النادي الوحيد اللي بيقبض اللعيبه المعاقين، النادي الوحيد اللي كان بيدي مرتب للعيبه. انا بطالب ان تجيني وصله ميه، هعمل عداد هدفع فلوسها، رغم ان ربنا يعلم انا بمر ازاي وعايش ازاي. انا مش عايز اكتر من المسؤولين ساعدوني في قصه الميه. انا معايا تصريح من محافظه القاهره، جواب موجه للحي، والحي اتفضل واتكرم وبعته شركه الميه. شركه الميه معطلاني بقالي شهرين ونص عشان اقدر اكمل مسيرتي، اقدر اساعد اولادي، اقدر اخلي اولادي يبقوا حاجه كويسه. انا ابني الحمد لله من المتفوقين في المدارس. اي حد عنده اعاقه يحاول يشتغل. انت حياتك وقيمتك في العمل، من غير شغل مالكش قيمه.